للحديث عن الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا والتطورات السياسية والعسكرية معنا من كندا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ منتصر البلبل. أستاذ منتصر، بداية مرحبا بك. جلسة محتدمة كانت في مجلس الأمن بالذكرى الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا من خلال الموقف الروسي، كيف تنظر إلى النتيجة التي يمكن البناء عليها؟ أول شيء تحياتي لكم والمستمعين، ومساء الخير لك والمشاهدين ولقناتكم الكريمة وطاقمها المحترم. يعني الموقف الذي حصل في مجلس الأمن موقف احتدم بين الممثل الأوكراني وهو وزير الخارجية الأوكراني وبين ممثل روسيا، طبعا من خلال أن الوزير الخارجية الأوكراني طلب وقوف دقيقة صمت على أرواح قتلى وشهداء المذبحة الروسية في أوكرانيا، وكان هناك اعتراض بشكل وعملية تشويش من قبل الممثل الروسي، وبعدها طلب الممثل الروسي أن يقفوا دقيقة صمت على أرواح كافة الشهداء من كافة الأموات من 2014. يعني هو اعتراف رسمي أن الحرب بدأت ب 2014، يعني هو لم يلاحظ ولكن بشكل غير مباشر اعترف أن الحرب ليست بدأت في 2022 وإنما هي من 2014. نعم. على أي أساس تبني موسكو تصورها بعودة أوكرانيا كدولة طبيعية على لسان مندوبها؟ طبعا هذا يعني هذا من الخيال، هذه منظومة من الخيال. يعني روسيا تطلب من قبل بدء الحرب طلب الرئيس الأوكراني بعملية جلوس وحلها، وتدخل الرئيس طيب أردوغان وحاول ولكن من دون فائدة. ولكن الآن يعني تبني علاقتها شو؟ أن تعود أن تحتفظ بالأراضي التي احتلتها في أوكرانيا، هذه لا تنازل عنها، وأن تقوم بعقد مفاوضات بين أوكرانيا وعلى الإسلام، وأوكرانيا تبقي دولة محادية ومنزوعة السلاح. طبعا هذا لم يعد لا الأوكران ولا القيادة الروسية ولا القيادة الأوكرانية عفوا ولا دول العالم تعطي أهمية لما يقوله بوتين أو ما تقوله القيادة الروسية. يعني أصبح كله هراء وكذبا، يعني لم يعد يصدقوهم ولم يعد لأخذوا لهم أي قرار. فالقيادة الأوكرانية، وصرح الرئيس الأوكراني بشكل مباشر وقطعي وخلال حواره بأنه لا يوجد هناك أحد نستطيع أن نتحاوره في الجانب الروسي وعلى الأخص بوتين. يعني طريق المفاوضات مغلق إلى حين وضع شروط محدده وهي بوثيقه السلام الاوكرانيه. إذا كان طريق المفاوضات مغلق، يعني خلال هذه المرحله هناك من يتساءل يقول هل استجد شيء بالنظر الى حدود الدعم الغربي لاوكرانيا، او بمعنى اخر ما هي حدود هذا الدعم الغربي لاوكرانيا خلال هذه المرحله؟ طبعا الدعم بلا حدود، الدعم وقوف حتى نهايه حتى انتصار اوكرانيا لاسترجاع اراضيها. يعني هناك تعليق مباشر للغرب وتعليق مباشر للرئيس الاوكراني، نحن لم نعتدي على روسيا، لم يحتل احد اراضي من روسيا. شرط اساسي لحوار اي للنظر في اي حوار هو انسحاب روسيا من الاراضي المقرره التي احتلتها 2071، يعني انسحاب جهه انسحابها. اما بالنسبه للدعم الغربي فلقد صرح كافه قاده العالم، يعني وكافه القاده والدول الاتحاد الاوروبي وبايدن بان هناك دعم لا محدود لاوكرانيا الى حين انتصارها في استرجاع اراضيها. الا يقولون احتلال روسيا ولا أراضي روسية، ولكن يعرفون بشكل مباشر استرجاع أراضيها التي هي معترف فيها دوليا وهي 1991. يعني هذه هي المنطقة الأساسي التي تبني عليه كل القواعد وكل الدول. فبالنسبة لدعم أوكرانيا فهو لا حدود، يعني غير منتهي. يعني أستاذ منتصر، الرئيس الأوكراني توقع هزيمة بوتين الرئيس الروسي، ولكن ما مدى قدرة أوكرانيا على الصمود؟ ننظر يعني عندما نقول قدرة أوكرانيا على الصمود، هل سنة كاملة الجيش الأوكراني يقف في وجه الروس وقد استرجع أراضي التي احتلوها، والآن هناك في الدنباس اقتصرت الأمور، فقط حصر القتال في الدنباس وهناك يعني كر وفر بينهم وهناك استرجاع للأراضي. يعني هذه قدرة عالية، لا نستطيع أن نقول لا يمكن للجيش الأوكراني أن يقف. طبعا كل المقاتلين هناك كانوا في الجيش الأوكراني بالإضافة إلى الدعم الغربي. فهزيمة بوتين يعني هزيمة بوتين وهو هزيمته وإخراجه من أراضي أوكرانيا. هل ترى يعني بناء على هذه المعطيات، هل ترى أنها حرب للتصريحات عندما يتحدث بوتين ويهدد ويقول سنصل إلى حدود بولندا؟
يعني دعنا نرجع سابقا الى توعدات بوتين والى امور بوتين. قال يعني سنستخدم النووي وسنستخدم، ولكن وصلت اليه بشكل مباشر تهديدات من امريكا وتهديدات بعدم استخدام اذا كان في هناك استخدام. فما ما يقوله القيادات الروسيه وما يقوله بوتين وما يقول اصبح للغرب غير مهم. ليش؟ لانه الغرب بدأ يفهم أن بوتين هو فقاعات صابون لا أكثر ولا أقل، ويهدد ويقال فقط هذا التهديد وليس لأوروبا وليس لأمريكا وليس لها. هذا فقط تطمين للشعب الروسي الذي بدأ يعني يتململ من خلال الخسائر الفادحة في العتاد والقوة البشرية. فهذا موجه إلى الداخل الروسي أكثر ما هو موجه لأوروبا أو لأمريكا أو لبولندا أو لأوكرانيا. يعني هو عمليا نعم. أخيرا، العقوبات الأمريكية الأخيرة على روسيا، كيف تنظر إلى تأثيرها وفعاليتها خلال المرحلة الحالية والمستقبلية؟ يعني طبعا العقوبات أدت أكلها على روسيا، والآن يعني هناك مشكلة كبيرة. وآخر هذه العقوبات يعني العقوبات الأمريكية، وهي فرضت على روسيا، فرضت على البنوك. روسيا لم تعد تستطيع التعامل بالبنوك، لم تعد تستطيع يعني الاستيراد والاستيراد بسبب يعني إغلاق كامل للتعامل المالي لروسيا من خلال البنوك، من خلال التعاملات الدولية. طبعا هذا يشكل تهديد كبير، إغلاقهم بالنسبة للصناعات والتكنولوجيا، كل هذا أغلق عن روسيا. يعني الآن هناك مشكلة كبيرة جدا جدا، يعني حتى لا تستطيع روسيا تطوير أسلحتها، لا تستطيع تطوير عتادها، الاقتصاد أصبح على وشك الانهيار. غير هذا يعني كل التصديرات وفرضت روسيا فرضت أمريكا على روسيا وعلى البضائع الروسية التي تدخل أمريكا وتدخل الاتحاد الأوروبي ضرائب 200%، يعني هذا مستحيل جدا. فهذا كله يأتي بشكل متدرج في انهيار الاقتصاد الروسي، وهذا ما يظهر حاليا، ما يظهر أن روسيا متماسكة. هذا كله يعني عملية كما يقولون فراغية، أما في الداخل فهناك مشكلة كبيرة جدا جدا بسبب هذه العقوبات. شكرا جزيلا. من كندا المحلل السياسي والكاتب الأستاذ منتصر البلبل، شكرا جزيلا. شكرا لك.